الوشوش مش تفاصيل وملامح، دستور وحكايات. في رحلة سككها مجهولة بتفرض علينا السؤال: الاختيار ولا المفروض؟ الرضا ولا النكران؟ القاعدة ولا الاستثناء؟ لما يبقى الاستسلام سلاح في معركة الاضطرار، ولما نفقد قدرتنا على الاختيار، لما نرفض الوضوح ونرضى بالزيف والخداع، يبقى السؤال الأهم: نار الحقيقة ولا جنة القناع؟ أهلاً 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 بحضراتكم. البرنامج ده برنامج أنا أظنه مختلف كتير جداً 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 عن كل ما هو مقدم على مجموعة أو قائمة البرامج في رمضان خلال السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قبلها كمان. وأنا شفت حلقات منه بصراحة، والحلقات اللي شفتها عجبتني جداً، ومختلف كمان عن اللي كانت بتقدمه قبل كده زميلتنا منى عبد الوهاب. ده مش معنى الاختلاف معنى ان اللي فات وحش، معنى الاختلاف ان طول الوقت في تجدد. احنا منى معانا على التليفون صح ولا ايه؟ ازيك يا منى؟ مساء الخير يا يوسف. عامله ايه يا منى؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. اخبارك ايه؟ انا فاكر لما استضفتينا زمان وعملتي فينا مقلب، يعني كان مذهل. وكان ده كان البرنامج ده أول برنامج أنتي عملتيه خالص صح؟ أيوة صح. الحكم بعد المزاولة، هو ده الحكم بعد المزاولة بالظبط كده. استضفتينا وكلنا عملنا مشاكل الحقيقة. طيب بس مزاولة لطيف. لا كان مقلب حلو، يعني ما احناش مختلفين. بقولك على حاجة تضحك في البرنامج ده بس بعد شوية. أنا كنت لسه بتكلم على أنا والقناع. أولا مبروك يا منى على حاجتين، مبروك على البرنامج ودي عودة بقوة لمنى عبد الوهاب، وكمان برنامج على قصدي مبروك على مسألة التجدد يا منى، لأنه أنا كنت بقول ده برضو مختلف عن البرامج اللي عملتها زميلتنا منى عبد الوهاب قبل كده، صح ولا أنا غلطان؟ صح طبعا صح. إيه وجه الاختلاف من وجهة نظر منى تحديدا؟ لا اختلاف كبير. يعني احنا الاول، يعني انا برنامجي اللي فات كان الجانر بتاعته كان هارد توك. بالظبط. الهارد توك عاده يعني انت تقدر تاخده من 0% فاللي اتغير انه احنا مصارحه حره كان 100 الحقيقه. او كان 80 خلينا نقول. ماشي. انا والقناع شويه مهتم بالجانب الانساني للضيوف، فتقدر تقول ان هو مثلا 50-60 نسبته يعني من الهارد توك. يعني احنا ما زلنا بنتكلم بصراحه وما زلنا بنسال عن حاجات، بس احنا في انا والقناع ما نتطرقش للجوانب الشخصيه للحقيقه. هو احنا مش عايزين نشوف الناس عموما حوالينا بيتدخلوا فيها في حياه بعض. صح. يعني ما ينفعش انا كاعلامي اطلع على التلفزيون اتدخل في حياه ضيوفي بشكل فج. مظبوط. وابقى مش عايزه الناس في الشارع يتدخلوا في حياه بعض بنفس شكل الفج. مظبوط. كمان هي فكرة انه كل حد فينا دكتور اعلامي فنان رسام، كل شخص فينا ليه رحلة انسانية معينة كده بتاعته هو لوحده نتج عنها دوره اللي بيعمله دلوقتي. فكان قلنا بالنسبة لنا في انا والقناع ان احنا نركز شوية على هذا الجانب في حياة ضيوفنا. ليه الفنان ده طلع فنان؟ ليه طلع دي شخصيته الفنية؟ ليه يعني ليه ده مشواره الفني؟ ليه هو بقى بالطابع ده بالطعم ده اللي احنا بنشوفه بيه كفنان؟ ده هتلاقيه دايما جه من البيت ودي من طفولته، جه من هو عاش حياه عامله ازاي. فاحنا اخذنا شويه الجانب الانساني من ضيوفنا والباك جراوند بتاعتهم، هم جو منين وكبروا ازاي وعاشوا ازاي وشايفين الحياه منين، ثم الجانب المهني بقى اعمالهم واختياراتهم نجاحاتهم واخفاقاتهم. وده لطيف يعني من وجهة نظري، يعني ألطف بكتير من ان احنا نتدخل في حياتهم الشخصية. يعني ألطف بمراحل. بصي يعني انا طبعا زي ما انت قلت يا يوسف، يعني هو التغير ده كمان برضو نابع من نضوج. يعني انا نفسي نضجت اكيد اكيد اكيد. مفيش حد يعني كل الناس في الدنيا بالمناسبه، مش بس مساله النضج الحقيقه يا منى، مساله انه هو لو سنين الخبره اللي بناخدها في حياتنا لو ما غيرتش فينا للافضل يبقى عندنا مشكله كبيره جداً. طبعا يعني. ولازم التغيير ده يبقى يعني يبان على شغلنا طبعاً. يبان على عطائنا
بيبان على كل حاجة، بيبان حتى على علاقتنا البينية والإنسانية ما بيننا وما بين كل الأطراف المحيطة بينا، شغل طبعاً. أصدقاء، أسرة، عيلة، حي، جيران، في كل حاجة. أنا واحد طبعاً. من الناس الحقيقة فعلاً ما بحبش البرامج اللي بتتطرق لحياة شخصية، بتضايق جداً. يعني لو أي حد قال لي تعالى مش عارف البرنامج الفلاني بقول لا، ما حبش حد يتكلم معايا في حياتي على الإطلاق، على الإطلاق. لكن البرنامج السنة دي أنا والقناع، أنا عجبني الجانب الإنساني شديد العمق. أنا شو، لا أنا مش هقولك أنا شفت أنهي حلقة لحد ما أنت تقولي لي الأول إيه أكتر حلقة أثرت فيك يا منى. أثرت فيا؟ لا هو أنا طبعا أنا تأثرت بمعظم ضيوفي الحقيقة، بس في يعني كل يعني في ضيوف الحقيقة هم شخصيات مميزة فأثروا فيا غصب عني. يعني مثلا الفنانة يسرى خبرة في الحياة وفي الفن، هي خبرة حياتية كبيرة جدا وتاريخ فني كبير جدا، فأنت قاعد قدامك شخص وهو بيتكلم أنت حرفيا بتتعلم، أنت حرفيا شايف يعني شايف حاجة أنت محتاج تعيش سنين كتير قوي عشان توصل لها. هذا الكم من اليقين ومن الخبرة ومن الإدراك والوعي ما بنوصلوش بسهولة. فهي طبعا يعني هي شخصية متفردة جدا بخبرتها الحياتية وتاريخها الفني. مثلا شخص زي الفنان لطفي لبيب، لا انا اتأثرت أيوة جدا كده بقى. الراجل ده انا شفت في أيوة عيونه كده بقى. الراجل ده انا شفت في عيونه فرحة يعني تكفيني اعيش بيها فترة طويلة من حياتي. فرحة ان احنا سألنا عليه، فرحة ان هو معانا، فرحة ان هو شايف الكاميرا، فرحة ان هو بيتكلم عن اعماله، فرحة ان هو بيتكلم عن حرب اكتوبر وعن تجربة يعني ما كانتش سهلة ولا هينة وما بتفرقوش. فده اثر فيا جدا جدا. دي بقى حلقة اللي انا رأيي لحد دلوقتي دي اقوى حلقة في انا والقناع. استاذ لطفي لبيب اتكلم بمنتهى الانفتاح والصراحة، وفي نفس الوقت ما عندوش اي بغضاء، ما عندوش اي مشكله، قاعد عمال بيحكي خالص متصالح مع تماما، مع انه قال كلام مؤلم. فكره فلان وفلان ما بيسالش عليا مع صح. اننا كنا مقربين واشتغلنا مع بعض كتير، ما هي دي مؤلمه، بس هو بيقولها وهو متصالح معاها تماما. فكره انه المرض مثلا خلاه ما بقاش قادر يشتغل ولا يتواجد في اعمال زي الاول، هو متصالح جدا مع فكرة المرض، بل هو بيحمد ربنا عليها وشايفها منحة مش محنة. يعني هو أنا أعتقد أن الجوانب دي من قوتنا الناعمة، هي دي الجوانب اللي محتاجين نعكسها للناس ونبينها لهم، عشان هي دي الجوانب اللي إحنا محتاجين نشوفها في نفسنا وفي الآخر. أنت خلصتي كل الحلقات ولا لسه؟ لا لسه. طيب ما تقولي لي اسم من غير تفاصيل الحلقة، اسم لضيف في الحلقات اللي جاية توصينا بان احنا نركز مع الحلقه بتاعته. اوصيكم ان انتوا تركزوا مع الحلقه بتاعته. يعني من الحلقات اللي اتصورت بالفعل ممكن اقول لكم ولسه ما اتعرضتش، يعني الفنان خالد الصاوي. اوبا. حلقته فيها كم من اللحظات يعني احب ان ناس كتير قوي تسمعه وتركز معاه وتفهمه كويس. رائع. رائع. رائع رائع. في كم عظه في الحلقه، ما انا بقول لك انا حابه قوي الحلقات اللي فيها الناس بتتكلم من واقع تجربه، يعني خبره ما اكتسبوها نتيجه تجارب مؤلمه احيانا، سعيده احيانا، لكن هي مساله الانفتاح في هذا الحديث في حد ذاته رائعه، فكره عظيمه. يعني هي بناءه انسانيا لينا طبعًا. كلنا طبعًا. لينا كلنا يعني حالة صقر حقيقي. انا حباه بصراحة، يعني انا طبعا اكيد انا بشكر الشركة المتحدة على الفرصة، يعني هي فرصة الحقيقة كانت في اوانها وكانت في وقتها وانا سعيدة جدا بيها. بس كمان خليني اقول لك انه يعني انا رزقت فريق عمل هو حقيقي يعني رزقي الحلو، هو رزقي الحلو فعلا. قولي لنا الاسامي ونشكرهم على الهوى لانه ده حقهم. طبعا طبعا اكيد المخرج ثانية ابو الخير، يعني طبعا انا ما تخيلتش الصوره الرائعه والشغل الرائع اللي طالع منه. سامي حبيبي. يعني انا فعلا يعني انا اتفرجت على اول حلقه على فكره زي كل المشاهدين، ما شفتش حاجه قبلكم،
يعني كنت منبهره وانا قاعده قدام التلفزيون، لان مش ده اللي انا تخيلت انه يطلع، ما تخيلتش ده. تاني مخرج شاطر جدا ودؤوب جدا ومجتهد جدا وذكي جدا، ويعني هو وباقي الفريق كمان ربنا كملهم كمان بحته القلب الابيض والطيبه والنفسيه الحلوه. الحمد لله. طبعا مصطفى عمار وحسام مصطفى رئيس تحرير البرنامج والسكريبت رايتر، محمد خيري بروديوسر البرنامج. يعني انا مش عايزه انسى حد، بس مثلا الاشخاص دول هم اللي زي ما بيقولوا كده مفاتيح العمل. لا وبعدين يعني مفتاح البرنامج. انت اكيد اكتشفتي ان مصطفى عمار لوحده تجربه مذهله وتجربة إنسانية عظيمة، هو نفسه لازم يقعد يحكي لك. حكالك تجاربه. مصطفى مذهل بخلاف شطارته وإمكانياته واحترافيته، بس مصطفى كإنسان مذهل. جانب إنساني رهيب وتجربة حياتية برضو فيها حاجات مش قليلة. ده حقيقي أوي. يعني أنا والله يا يوسف أنا يعني والله مش بجامل، أنا فعلا محظوظة جدا إن أنا في وسط فريق صحيح كلهم أشطر من بعض، كلهم نفسياتهم أنضف من بعض. يبقى ربنا يديم عليكي فريق العمل يا منى. الحمد لله، والله الحمد لله. يعني أنا بجد في وسط إخواتي، يعني ظهر وسند، مجرد فريق برنامج. برافو وكل التوفيق، وكل سنة وأنت طيبة وكلكم طيبين ورمضان كريم وعلى رأي الناس في الجيم عاش عاش عاش. عايزين من ده كتير بقى. ربنا يخليك. يا رب يخليك. انت يعني راقي وداعم لزملائك. الله يخليك. تعيش يا منى. ميرسي خالص، الف شكر لزميلتنا منى عبد الوهاب وبرنامجها انا والقناع.